حول هذا الموضوع ينضم معنا من اسطنبول عبر السكايب الأستاذ والأكاديمية الصحفية السيد مصطفى النبي. مرحبا بك. يعني حول هناك إقبال كبير في الانتخابات منذ ساعات الصباح الأولى بالنتائج السابقة، ما الذي يشير هذا الإقبال برأيك؟ تحياتي لك سيدة وجدان، تحياتي للسادة المشاهدين الكرام. نعم، لا شك أن الانتخابات التركية الحالية انتخابات مفصلية، خاصة وأن التنافس شديد جدا وأن هنالك إقبال كبير على صناديق الاقتراع، ما شاهدناه منذ الساعات الأولى من الصباح الساعة 8 صباحا، وحتى انتهاء صناديق الاقتراع قبل قليل قد أغلقت في الساعة 5. أعتقد بأن هذه الانتخابات الأخيرة التي حصلت في تركيا ربما تشير إلى أن هنالك مجموعة من المعطيات السابقة بخصوص يعني البرامج الانتخابية لكل من المرشحين المتنافسين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكذلك أيضا كمال كوجدار أوغلو. المؤشرات تؤكد على أن هنالك حالة تنافسية كبيرة من خلال البرامج الانتخابية وكذلك أيضا من خلال الحملات الانتخابية التي سبقت هذا الاقتراع. الكل يؤكد على أنه تركيا يعني ربما في الساعات القليلة القادمة يعني يعلن عن ماهية من سيستلم سدة السلطة في تركيا وكيف سيكون برنامجه الانتخابي بالدرجة الأولى وتحقيق الوعود التي قد قدمها، وكذلك أيضا بخصوص الملفات الداخلية هنالك عدة أزمات مركبة ألقت بظلالها على تركيا وأدت إلى مجموعة من المعطيات، من أهم تلك المعطيات أعتقد هي كارثة الزلزال وتعاطي الحكومة التركية الحالية، وكذلك أيضا فيما لو كان هنالك يعني انتخاب للمنافس، يعني هنا أتحدث عن المعارضة تركيا ربما فينا فازت كيف ستتعامل مع هذا الملف. هذا الملف الأهم بالنسبة للناخب التركي بوجه التحديد، إعادة إعمار ما ضربه الزلزال، كذلك أيضا استمرار تلك الهزات الارتدادية أعتقد لها أثار كبيرة على مدى يعني انسيابية حركة الانتخابات. لكن يقابل ذلك الحكومة التركية الحالية يعني من خلال سلوكيات أو من خلال تعاملها مع الناخبين قامت بتأمين السيارات وكذلك أيضا وسائل النقل من أجل الوصول إلى صناديق الاقتراع، فكل حسب ولاياته، هنالك الكثير قد لجأوا إلى ولايات أخرى، ونتحدث عن 11 الولاية التي ضربها الزلزال وكانوا متواجدين في ولايات أخرى الأقرب إليها، ومن ثم تم نقلهم من خلال يعني وسائل خاصة، كذلك أيضا تأمين مبالغ مالية لكل من يمتلك سيارة والوصول إلى مراكز الاقتراع، وكل ذلك أعتقد بأنه سيكون دفعة إيجابية لمناصري الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. نعم، طيب سيد مصطفى، وفق قراءتك يعني كيف سوف تتجه الانتخابات التركية الآن؟ أعتقد بأنه لا يمكن التكهن بماهية النتائج نظرا لأن الانتخابات التركية بشكل عام كانت الفارق بقرابة درجة أو درجة والنصف، وبالتالي يعني خاصة في هذه المرحلة الحساسة بموجب الأزمات التي تعانيها تركيا سواء كانت داخلية أو خارجية، أعتقد أنه من الصعب التكهن بمكان أن يكون هنالك فائز على حساب فائز آخر أو مرشح على حساب مرشح آخر عفوا، وبالنتيجة النهائية أعتقد أن صناديق الاقتراع هي من تحدد. لكن فيما لو كان هنالك تعادل بأعداد المصوتين سيكون هنالك إعادة لهذه الحملة في قرابة بعد يعني ما بعد أسبوعين من الآن، ومن ثم يتم تحديد ماهية تركيا أو وجهة تركيا للمستقبل، وبالتالي هنالك ستنعكس هذه الوجهة على الملفات الداخلية بالدرجة الأولى في الأشهر الأولى القادمة، ومن ثم سينتقل هذا التأثير إلى المرحلة القادمة إلى الملفات الخارجية الشائكة. نعم، يعني بعض من المراقبون هناك يتحدثون عن اهتمام خارجي جدا من الأطراف الإقليمية الدولية بالانتخابات التركية، ما هو المراد دوليا اليوم برأيك من هذه الانتخابات؟ إعادة الانتخابات مرتبطة بشكل رئيسي وهو بنسب الاقتراع، وفي حال تعادل المرشحين أصوات المرشحين أعتقد سيكون هنالك إعادة لهذه الانتخابات. لكن عمليا ربما هنالك يعني البعض يحاول أن يعني يشير إلى أنه قد يكون هنالك عمليا في تعطيل هذه الانتخابات، وكما يجري الحديث عنه في بعض وسائل الإعلام أعتقد على العكس تماما. يعني راقبت الكثير من المناطق التي يتواجد فيها يعني صناديق الاقتراع، كانت الحركة الانسيابية طبيعية جدا، وكذلك أيضا في الخارج هنالك مشاركة كبيرة وهنالك الكثير من الذين كانوا لا يودون المشاركة أو بعض الذين لا يودون المشاركة، الكل شارك بشكل كبير، وبالتالي ستكون النتائج الانتخابية حاسمة في الساعات القليلة القادمة وستحدد وجهة تركيا المقادمة في خلال يعني اليوم القادم. نعم يا سيد مصطفى، يترقب السوريون وأيضا العراقيون نتائج انتخابات تركيا، يعني ما هي أبرز انعكاساتها على هذا البلدين؟
نعم، أعتقد بأن السياسة الخارجية التركية بغض النظر عن الرئيس القادم هي ثابتة وراسخة وتنبع من خلال مؤسسة وتفاهمات، كذلك أيضا موجود توازنات دولية، ليس فقط التوازنات المحلية التي تدير تلك يعني التفاعلات الإقليمية، وإنما هنالك توازنات دولية وهنالك اتفاقيات إما ثنائية وإما ثلاثية وإما أيضا دولية. فعلى سبيل المثال للحصر، الملف السوري أبرز هذه الملفات التي يتم الاستثمار فيه. البعض يشير إلى أنه سيتم ترحيل هؤلاء اللاجئين المتواجدين على الأراضي التركية، والبعض الآخر يعني هنالك البعض منهم قد حصل على الجنسية التركية. كذلك أيضا بخصوص الملفات العمليات العسكرية التي تجري في سوريا والتفاهمات حول ما هي سوريا المستقبل ما بعد عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية والتفاهمات ومحاولات التطبيع العربية المستمرة، كذلك أيضا محاولات المقاربة ما بين النظامين التركي وكذلك أيضا السوري، كلها أوراق انتخابية أعتقد بالدرجة الأولى. وكذلك أيضا إذا ما ذهبنا إلى الملف العراقي، فلا أعتقد بأن هنالك تغير في استراتيجية الحكومة التركية في تعاطيها مع الملفات التي تهدد أمنها الإقليمي، وكذلك أيضا المساحات المسموح لها بالتحرك فيها في يعني في مجالها القومي، الأمن القومي الذي تتيح من خلالها التحركات ضد من تصفهم بالميليشيات الإرهابية، ونتحدث عن بوجه التحديد عن البيكيكي على سبيل المثال التي مصنفة إرهابيا في تركيا، كذلك أيضا حد من هذا الانتشار الكبير الذي قد حصلت عليه من خلال بعض يعني بعد الدعم المقدم من بعض الدول. أعتقد بأنه سيخفض تدريجيا في حال وجود حلول حقيقية في تلك الدول التي تعاني من أزمات محلية وأقليمية، وانتشرت هذه الملف هذه الأزمات وهنالك اختلاط ببعض الأزمات يعني في الملفين السوري والعراقي، هنا ترابط كبير بهذه الأزمة، كذلك أيضا التواجد الإيراني، كلها ملفات أعتقد بأنها ستلقي بظلالها على على من سيقوم بإدارة تركيا المستقبل. سيد مصطفى، بالنسبة للعراق ملفات شائكة، الوجود العسكري أيضا والمياه والنفط الإقليم، يعني برأيك إذا استمر أردوغان في استراتيجية مواجهة حزب العمال الكردستاني في حال فوز يعني أيضا أوغلو، يعني يعكس أيضا أنه سوف يذهب إلى مفاوضات سياسية سلمية برأيك في حال ربما نعم ربما هذا الإعلان الذي قام بالتصريح به السيد كليتشدار أوغلو خلال حملات انتخابية، لكن هنالك الكثير من التصريحات التي سبقت ذلك سواء كان من خلال نظام الحكم الحالي أو حتى الذي سيأتي لاحقا، أعتقد بأنها كلها يعني تخضع لمؤسسة الدولة التركية وليس فقط من خلال التصريحات الإعلامية أو التصريحات الحملات الانتخابية بوجه التحديد. فهنالك مشروع لدى تركيا وتقوم به الدولة التركية بعيد بغض النظر عن من سيكون يشغل هذا المنصب أو منصب رئاسة الجمهورية، ربما قد يساعد في تسريع وتيرة عمليات سواء كان بالتخفيض التصعيد أو رفع مستوى التصعيد في تلك البلدان، وبالتالي أعتقد بأنها تحتاج أيضا لمعالجة ليست فقط محلية في داخل تركيا، وإنما هنالك مسائل إقليمية ودولية كذلك يعمل عليها من خلال التفاهمات التي تجري ما بين كل من الحكومة التركية وكذلك أيضا في الدول الأخرى، ونتحدث عن المنظومة الدولية برمتها كملف السوري على سبيل المثال، هنالك الولايات المتحدة متواجدة وكذلك أيضا روسيا وإيران، هنالك مباحثات رباعية أيضا عن الملف العراقي، أيضا هنالك يعني عدة أزمات مركبة في الداخل العراقي، ربما ستكون يعني هنالك ملامح للحل في حال وجود يعني تفاهمات أو إجراء تفاهمات ما بين كل من الحكومة الاتحادية العراقية وكذلك أيضا نظام الحكم القادم بخصوص ملفات المياه، وكذلك أيضا وجود حزب العمال الكردستاني وتحديد البيكيكي بوجه التحديد. أعتقد بأن كلها ملفات شائكة يجب أن يكون هنالك حل من أجل الوصول إلى أعلى المكتسبات سواء كان من خلال الحزب الحاكم الذي سيقوم بإدارة البلاد لاحقا أو حتى من خلال الدول المتضررة من وجود بعض من تصفهم تركيا بمنظمات إرهابية التي تنعكس سلبا حتى على الداخل السوري والعراقي في آن معا. نعم سيد مصطفى، يعني أوغلو أيضا قال لقد افتقدنا جميعا الديمقراطية، برأيك ما هي النتيجة الانتخابية التي يمكن أن تدفع تركيا لتغيير سياساتها مع دول الجوار؟ أعتقد أن تركيا ماضية في سياساتها الداخلية والخارجية بغض النظر كما أشرت قبل قليل عن من سيكون أو من سيشغل منصب رئاسة الجمهورية، ربما هنالك بعض يعني بعض التحركات في هذا السياق بخصوص
سرعة تنفيذ تلك يعني استراتيجيات في المنطقة العربية بوجه التحديد وحتى في الدول. يعني هنالك مجموعة من الأزمات أصبحت تركيا عقدت يعني عقدت طرق دول عقدت طرق دولية وسياسية للملفات والأزمات التي تجري في المنطقة. فهنالك الحرب الأوكرانية الروسية إضافة إلى ملفات الشرق الأوسط، ونتحدث عن الملف السوري كذلك أيضا الملف العراقي، هنالك عدة أزمات مركبة والتقارب الخليجي، كلها ملفات شائكة وكبيرة تنعكس أيضا سلب على الداخل التركي وكذلك أيضا خارج على السياسة الخارجية التركية. لكن هنالك حالة من التوازن في التفاهمات التي تجري بغض النظر عن التصريحات الإعلامية التي الغاية منها توظيفها من خلال الحملات الانتخابية الداخلية وكذلك أيضا من خلال يعني كسب مزيد من الأصوات لكل من يقوم بإدلاء بصوتهم. كذلك أيضا الملف الأهم وهو الأبرز وهو ملف إدارة كارثة الزلزال. طيب كارثة الزلزال، يعني اليوم الرئيس رجب طيب أردوغان قال أن جميع الناخبين الذين في المناطق التي تم فيها الزلزال أدلوا بأصواتهم وبقوة وبدون قلق، يعني إذن هناك ديمقراطية. حتما الكثير من الأصدقاء الذين أعرفهم وهنالك تواصل بشكل مباشر وهم متواجدون في ولايات مختلفة قاموا بالعودة إلى الولايات التي تضررت، 11 ولاية التي ضربها الزلزال وعادوا إليها، وتم تأمين طرق المواصلات وحتى تأمين الوقود اللازم للسيارات التي المركبات التي يستقلونها من وإلى مكان إقامتهم الأخير. وبالتالي أعتقد هذه الاستراتيجية التي يعمل عليها النظام الحكم الحالي أو المتمثل بأكبرتي أو نظام العدالة والتنمية التركي أعتقد ستلقي بظلالها على مزيد من المكاسب من خلال الأصوات التي ستحصدها في الانتخابات الحالية. نعم، من اسطنبول عبر سكايب مصطفى النعمي الكاتب والصحفي، شكرا جزيلا لك.